أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لم يحدث أن كان هناك اشتباك إيراني أمريكي لمدة 4 ساعات وتدخلت على إثره مروحية بحرية. وحسب البيان الرسمي للأسطول الخامس الأمريكي فإن البحرية الأمريكية أفشلت محاولة الحرس الثوري الإيراني إعادة توجيه درون بحري عبر سفينة شاهد بازيار، وهذا الدرون البحري هو سايل درون إكسبلورر، وتدخلت اليو اس اس ثانجربولت لمنع إعادة التوجيه حسب البيان الرسمي دائما، وانطلاقا هذه المرة من المياه الدولية حسب فيديو تصويري وليس بالضرورة دقيق من الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. وتدخلت سياوك MH16S من السرب 26 للمروحيات المواجهة للحرب بالبحرين، واستمرت المواجهة 4 ساعات. بعدها قطع الخط مع الدرون البحري ليعود الإيرانيون إلى حال سبيلهم. وأرادت إيران توجيه هذا الدرون الأمريكي، ولم يكن هذا مبررا أو مطابقا لعمل بحرية مهنية حسب البيان. كل ما جرى في حدود 11 بالتوقيت المحلي، حيث كانت العملية وسلايدرز إكسبلورر يو اس في في ملك الحكومة الأمريكية، وفيه لواقط ورادارات وكاميرات للإبحار وجمع المعطيات. وهذه التكنولوجيا حسب البيان الرسمي تجارية ولا تخزن معلومات حساسة أو مصنفة، فلماذا العملية إذن ولماذا استطالتها إلى هذا الحد؟ بالنسبة لثاندر بولت، كما هو معلوم ففيها 6 صواريخ ستينجر ولم تستخدم، ولم تطلق نيران تحذيرية كما حدث في 25 يوليو 2017. أما ادعاء أن سايل درون من دون أهمية هو من شركة المادة المشهورة ولريتشارد جينكس منذ 2012، والكل يعلم إلى أي درجة هذه التكنولوجيا تستخدمها الناسا وليس فقط الجيش الأمريكي. إذن أول سؤال، لماذا لم تستخدم أمريكا النيران لمدة 4 ساعات؟ ولماذا اعترفت أساسا بأن هناك اتصال مع الدرون بعدها؟ أوقفت إيران هذا الاتصال وتركت الدرون لحال سبيله. كم المدة التي استطاعت فيها إيران التحكم في الدرون وتنزيل ما فيه وأيضا صور وغيرها وبعد ذلك تركته؟ لأن مسألة التقييم هنا تعود إلى حوالي 2:15 وهي التي تمكنت فيها إيران من الوصول إلى هذا الدرون والتحكم فيه. التحكم لم يأتي من أجل أخذه. السؤال المطروح الآن، هل استطاعت إيران اختراق هذا الدرون والتحكم فيه وتنزيل معطياته؟ هذا حدث. هل الأمر أكبر من ذلك؟ يعتقد الجميع أن هناك إمكانية للوصول إلى هذا الدرون سايل درون. فبالنسبة لهذا الدرون، درون متقدم تكنولوجيا على الأقل ويستخدم من طرف الناسا، لكن وصول الإيرانيين إلى التحكم فيه ولساعات طويلة، معنى ذلك أن كل العملية يمكن أن تحدث في حوالي 35 دقيقة. يعني أن الإيرانيين هم الذين تركوا هذا الدرون، وهم الذين اخترقوا هذا الدرون وحاولوا أن يصلوا مع هذا الدرون إلى حالة تنزيل الكامل لكل معطياته. هذه المعطيات يقول عنها البيان الرسمي الأمريكي بأنها معطيات غير مصنفة وغير سرية. المشكل هنا، من ذكر أنها غير مصنفة وغير سرية؟ كل هذا تقييم أمريكي جاء لأن الإيراني وصل إلى مثل هذه المعطيات واستطاع تنزيلها. إذن هذه هي النقطة الأساسية الأولى، أن الإيراني وبشهادة البيان بأنه وصل إلى المعطيات، إنما هذه المعطيات غير مصنفة وغير سرية مما لا يستدعي متابعة في هذا الوضع. ثاني مسألة،
أن ما يتحدث عنه الأمريكي حول تواجد هذا الدرون في مياه دولية فهذا يتطلب أن يكون هناك فيديو حقيقي وليس فيديو تصويري. هذا مهم جدا. معنى ذلك أن إمكانية اختراق أمريكا للحدود البحرية الإيرانية رغم عدم اعتراف الأمريكيين بذلك هذا يمكن أن يكون محتملا. وبالتالي فإن أهم ما يذهب إليه أغلب الخبراء فإن هناك اختراق للدرون وتنزيل معطياته بشكل كامل ثم تركه. المسألة الأخرى أن قضية الاستخدام المباشر للنيران والذي حدث في 2017 لم يتكرر في 2022 رغم أن شاهد هذه لم تكن محروسة. فمن أين أتى هذا الوضع؟ عندما ننظر إلى ثاندر بولت مثلا هناك 8 من القوات الخاصة، هناك 4 ضباط وهناك ما يزيد على 20 حسب ما يراه أو ما تراه المهمة. مهم جدا هنا أن نؤكد أن في ثاندر بولت القوات الخاصة التي كانت في مواجهة قوات خاصة اسمها الحرس الثوري الإيراني، يعني قوات خاصة في مقابل قوات خاصة، وقوات خاصة هنا 8 بالإضافة إلى 4 ضباط يعني حوالي 12 كلهم مدربون على العمليات الخاصة. فيما في الاتجاه الآخر كان في حدود 6 إلى 7، يعني أن كل هؤلاء تقنيين أساسا وحاولوا أن يعملوا كل ما في جهدهم يعني للوصول إلى كامل المعطيات أو تنزيل كامل المعطيات انطلاقا من الإكسبلورر هذا، يعني أن هناك مواجهة مباشرة ما بين قوات خاصة وتقنيين لقوات خاصة، ورغم ذلك لم تستخدم النيران كحل كما حدث في 2017. فهل كان الأمريكي متخوف من هذه المسألة؟ وهل كانت هناك مفاوضات من أجل ألا تكون هناك متابعة نارية؟ أو أن الإيراني لم يستدعي بشكل كامل رغم استدعاء الأمريكي لمروحية حربية، ورغم ذلك فالإيراني لم يستخدم كل هذا؟ الأمر يتعلق بالحرب الإلكترونية البحتة، ليس فقط في تنزيل صور هذا الدرون البحري وليس في التحكم فيه لمدة 4 ساعات، وإنما أيضا في عملية تتجاوز إلى حدود 4 ساعات وكلها حرب إلكترونية. هذه الحرب الإلكترونية التي رغب فيها الأمريكي فقط باسترداد الدرون، الاعتراف الأمريكي خطير بأن الإيراني هو الذي ترك الدرون، يعني تحت قوة النيران، تحت قوة المروحية القادمة من البحرين للسرب 26، كل هذا هو الذي دفع إلى ترك الإيراني لهذا الدرون. لم يستطع الأمريكي تخليص الدرون تقنيا من الإيراني، هذا هو الشيء المؤكد، ولمدة 4 ساعات. نحن لا نتحدث عن نصف ساعة، 4 ساعات ويحاول الأمريكي استرداد درونه من التوجيه الذي حدث. التوجيه حدث لأن هناك 4 ساعات، وبالنسبة على الأقل الإيراني لم يرغب بأكثر من تنزيل جميع المعطيات، ونزلت جميع المعطيات التي كانت في الدرون بشكل كامل، لذلك تحدث الأمريكي عن أنها غير مصنفة. على كل حال فإن وصول الإيراني إلى تنزيل معطيات لدرون بحري أمريكي موجه أساسا للعمل مع الناظر، يعني أنه متخصص في المحيطات، لا نتحدث عن الخليج، لا نتحدث عن خلجان ولا عن بحار، هذا الدرون موجه للمحيطات، وكانت عملية أساسا في الأطلسي، وكانت عمليات أخرى في أكثر من مكان، وهذا الدرون قلنا أنه للناظر، يعني متخصص للغاية، ويريد الإيراني الوصول إلى معرفة أي أثر لهذا الدرون.
ففحصه ونزل ما فيه وقام أي بالتنزيل الذي يرغب فيه كل هذا وفي 4 ساعات وتحت النيران ولم يستدعي الإيراني سفينة حربية أو مروحية كما فعل تماما الأمريكي. الأمريكي من البحرين استدعى المروحية والإيراني لم يستدعي لا قطعة بحرية داعمة ولا مروحية ولا مساعدة جوية. وهنا يطرح السؤال، لماذا الإيراني استطاع الصمود 4 ساعات وهو على اتصال بهذا الدرون ونزل ما يشاء وأراد أن بعد التنزيل أن ينسحب ببساطة شديدة، والأمريكي اضطر في آخر المطاف إلى الإيمان بأنه لن يسترد له ما أخذه الإيراني، وكل هذه المفاوضات جاءت تحت النيران، ورغم ذلك لم يتوقع الأمريكي مثل هذا الصمود أساساً أو عدم استدعاء المساعدة ولا أيضاً الطوارئ ولا التدخل، كل هذا لم يستدعى من طرف شاهد. إذن أمامنا رسائل قوية للغاية بالنسبة لهذه العملية، تبدأ أولاً في أن الإيراني تجاوز الدرون الأمريكي وهو لا يريد إعادة توجيهه، إنما تنزيل معطياته بشكل كامل لمعرفة ماذا يفعل هذا الدرون الموجه للناظر والتقنية العالية، لأن هذه الشركة أصلا منتجة لهذا الدرون من 2012، هي متخصصة من مهندس، هي ليست تجارية، هي متخصصة وعالية وتحت الطلب. معنى ذلك أن الدرون الذي يستخدم من طرف البحرية الأمريكية أو الناظة تحت ليفل معين، تحت مستويات تقنية عالية وغير مسبوقة. بالنسبة للإيراني استطاع أن يصل إلى هذا الدرون واستطاع أن ينزل ما فيه وهو لا يرغب فيه، لأن ما استطاع أن يصل إليه يكفي أن يقول بأن هذا الدرون لا داعي لأخذه، لا داعي لإعادة التوجيه، لأن إعادة التوجيه حدث والتنزيل حدث للمعطيات والصور وكل هذا، وأيضا بالنسبة للواقت وكل هذا قد حسم أمره تقنيا. المسألة الثانية والأكثر أهمية أن الحضور الناري المكثف جوا وانطلاقا من ثاندر بولت ومن المروحية، ورغم ذلك لم يستدعي الإيراني أي نار إضافية، النيران الإضافية لم يطلبها لا جوا ولا بحرا، وواصل عملياته انطلاقا من الحرب الإلكترونية لا غير، رغم أن ثاندر لديها ستينجر كان يمكن قصف بشكل كامل، وهذا ما كان ينتظره الإيراني، أن تضرب شاهد بشكل واضح وآنذاك سيكون الوضع مأساويا للغاية. إذن أمامنا هذه العملية، عملية دقيقة للغاية في الحرب الإلكترونية، ولم تخرج عن هذه المهمة من الطرف الإيراني، فيما إن فعل الأمريكي وأحضى النيران الداعمة جوا وأيضا ستينجر، توجيه ستينجر إلى شاهد. المسألة الثالثة أن الإيراني في هذه العملية وفي المياه الدولية على حد زعم الأمريكي، لا رواية للإيراني في هذه اللحظة، سنجد أن هناك صعوبة في النشر، لأن بالنسبة للنشر عموما يريد توجيهه الأمريكي، لأن من المهم جدا بالنسبة للأمريكي على الأقل ألا تكون هناك صدمة في السيطرة على درون ثم تركه، وهذا صعب جدا، لأن مثل هذه الإمكانية للاختراق ثم ترك الوضع سيكون الآن انطلاقا من مناطق شاطئية وليس فقط أمام تحرك لسفن، وهذا يكشف أن إمكانية إنجاز عملية مباشرة في قلب المحيطات حالة محتملة رغم وجود هذا الدرون المتخصص للمحيطات. معنى هذا أن إمكانية اختراق هذا الدرون والدرونات المحيطية بين قوسين إن صح التعبير سيكون له الأثر البين. والمسألة الأخيرة
فإن كل هذه العملية أكدت على فشل أمريكي ذريع لأربع ساعات لم تتمكن من خلالها لا القيادة، لأن القيادة استدعيت، القيادة في الأسطول الخامس بالبحرين استدعيت لأنها أرسلت مروحية ولم تستطع أن تفك درون عن مخترق إيراني في البحر. هذا هو الشيء المؤكد، حضور المروحية يكشف أن القيادة على علم بالعملية وليست كما حدث لشاهد أنها قامت بالعملية ولم تستدع أحدا، يعني أنها وحدها حاولت أن تحل المشكل بشكل كامل، أن تصل للهدف وأن ترتب الانعكاسات على ضوء ما حدث. إذن أمامنا هذا الوضوح. الوضوح الأخير الذي يتأكد من خلاله أن الإيراني كان يمكن إعادة توجيه هذا الدرون، وأن العملية عملية نيران هي التي أوقفته حسب زعم الأمريكي. معنى ذلك أنه لولا التدخل الناري المكثف جوا وبحرا لن يستطيع الأمريكي بالحرب الإلكترونية استعادة هذا الدرون، وهذا سؤال كبير ويجب أن يجيب عنه الأمريكي. إذا القيادة في علمها واستخدام جميع طواقم الحرب الإلكترونية، ورغم ذلك الإيراني هو الذي ترك، هو الذي تخلى عن الدرون، هذا يعني أن أمريكا انهزمت إلكترونيا في هذه المواجهة. على أقل تقدير هذا ما يمكن استخلاصه. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.